لو أن أحدا سمع هذه الآيات التي قرأت في سورة من سورة البقرة، أعني آيات الحج، والآيات التي قرأت من سورة الحج عن الحج، لقال إن هذا الدرس هو عن التقوى وذكر الله عز وجل. تكرر الحديث عن التقوى، تكرر الحديث عن الذكر، ذكر الله عز وجل، فلنأخذ هذا درسا عمليا لنا. هي وصية لحاج أكرمه الله عز وجل أن يقصد بيت الله الحرام، هي وصية لحاج أكرمه الله عز وجل أن يفد إلى هذا البيت العظيم، هي وصية لحاج أكرمه الله عز وجل واختصه أن يقصد هذا البيت الحرام وهذه المشاعر وهذه العبادات، أن يحرص على التقوى لله عز وجل في جميع أحواله، في سمعه وفي بصره وفي قلبه وفي سائر جوارحه، أن يكون متقيا لله، خاضعا لله، مستسلما لله، عابدا لله، قائما بحق العبودية لله، وأن يكثر من ذكر الله عز وجل. فدع القيل والقال، ودع الحديث مع فلان وفلان، وأقبل في حجك على كثرة ذكر الله عز وجل، أقبل في حجك على كثرة ذكر الله عز وجل. إذا فرغت من ذكر فانصب إلى ذكر آخر، إذا فرغت من عبادة فانصب إلى عبادة أخرى، عظم ما عظمه الله، فإن هذا من ذكر الله. فإن نبيك صلى الله عليه وسلم قبل حجرا وهو الحجر الأسود، لأن الله جعل ذلك من الشرع والعبادة، وأمسك بحجر ورماه ولم يقبله، لأن الله أمره أن يفعل هذا. إنه لدرس في التقوى وإقامة ذكر الله والاستسلام لأمر الله. يا أيها الحاج، أقبل إلى مكة كما أقبل محمد صلى الله عليه وسلم، فقد شهدت له وقفات في دعائه، في إقباله، في توجيهه، في خطبه صلى الله عليه وسلم لأمته، في بيان مناسك الحج و عبودية الله عز وجل في ذلك. فإذا أردت أن تأخذ لقطة من لقطات محمد صلى الله عليه وسلم في استثمار الثواني قبل الدقائق فضلا عن الساعات في أيام الحج، فتأمل في مشهد من مشاهد وقوفه في عرفة، أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل وهو على راحلته، فسقط صوته فناوله بإحدى يديه ولم ينزل اليد الثانية في الدعاء، بل كان مستمرا في رفع الأخرى وهو منزل يده الأخرى ليأخذ الصوت. صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله.